السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. النفط مقابل الغاز، خيار العراق في مواجهة أزمة تشغيل المحطات الكهربائية وتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أزمة جفاف غير مسبوقة تغسو على محافظات الجنوب ومؤشراتها الثقيلة تدفع المزارعين إلى الهجرة نحو المدينة. حياكم الله مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، ونتحدث عن إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الكهرباء، اللي اتفق العراق وإيران على إجراء مقايضة النفط بالغاز لتفادي مشكلات التمويل والتعقيدات الأمريكية اللي تحول دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات. هاي الخطوة وضعت النقطة في نهاية سطر الأزمة المستعصية، وعادت حرية الحركة للأموال العراقية بعيدا عن هيمنة الدولار اللي ظل سنوات عدة عصا معطلة لحركة الاقتصاد، فلا قيود تعثر توفير المرونة لتشغيل محطات الكهرباء بعد اليوم، وبذلك سحبت من أمريكا ورقتها الضاغطة اللي تحاول تأجيج الشارع بها. أما في ملفنا الثاني لحصادنا لهذه الليلة، فإن أزمة الجفاف المتنامية وفقا للمؤشرات القياسية أدخلت البلاد في المرحلة الأصعب نتيجة سياسات الجارة الشمالية اللي ضيقت الخناق على إمدادات المياه. هاي الأزمة المستفحلة في جنوب العراق خاصة تردد صداها، وكان لها آثار مدمرة تسببت بنزوح الفلاحين وهجرتهم وهجرة مزارعهم، وإذا ما استمرت قساوتها بهذه الشدة فإنها مرشحة ليتردد صداها في المناطق الحضرية، خاصة وأن إجراءات التعامل في مواجهة الأزمة ما ترتقي لطبيعة الخطر المتحقق من سياسات دول المنبع. هذه الملفات راح نتابعها لحصادنا في هذه الليلة، نتمنى تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين السيد هيثم الخزعلي الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، ضيفا كريما في الاستوديو، أهلا بك دكتور هيثم. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد هيثم النعيمي الخبير في شؤون الطاقة، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ هيثم، نتحدث عن
مقايضة النفط بالغاز بين العراق وإيران، هذا الموضوع لاقى تأييد شعبي وأيضا تأييد من الكتل السياسية، لا سيما وأن الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أيضا في يعني تغريدة ثمن عاليا الخطوة الحكيمة الشجاعة اللي اتخذها رئيس الوزراء السيد السوداني بهذا الشأن. كيف تنظر إلى هذه العملية، عملية المقايضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك وبضيفك الكريم وجمهوركم الكريم. أعتقد أن هذه الخطوة هي كانت حل ذكي لأزمة مزمنة تتكرر على الشعب العراقي في كل صيف، ومع أن العراق كان يسدد ما بذمته من أموال والتزامات للجمهورية الإسلامية التي تزوده بالغاز، ولكن كان يواجه هناك مشكلة العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية فقط من قبل الولايات المتحدة، وليست بقرار أممي ولا بموافقة المجتمع الدولي، ولكن تحكم الولايات المتحدة بالدولار وبنظام سويفت للتحويلات المالية يجعلها تستخدم هذه الأداة للضغط السياسي أحيانا وعقوبات على بعض الدول الأخرى تفرضها أحيانا أخرى. ونحن شهدنا يعني كان هناك أموال للعراق في أحد البنوك العمانية، وكان بإمكانه أن يقوم بالتحويل من ذلك البنك، والعملية آمنة وسليمة جدا، وهي أيضا تحت رقابة نظام سويفت لتحويل العملات، والولايات المتحدة تعرف إلى أين سوف تذهب هذه الأموال، لكن الولايات المتحدة رفضت تحويل هذا المال وبدأوا بتخفيض المبلغ إلى أن وصل إلى 300 ألف. والحقيقة هذا 300 ألف دولار هذا استفز الجانب الإيراني، لأنه معظم أو جزء أكبر من هذا الإنتاج هو تنتجه شركات أهلية، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الإيرانية أن تضغط على هؤلاء لتزويدنا بالغاز مجانا. فالعراق مدين بما يقارب 11 مليار دولار، لا يمكن أن تقوم بإرضاء الطرف الآخر بتسديد 300 ألف دولار، فهذا جعل الجمهورية الإسلامية تلجأ إلى خفض الإنتاج إلى النصف تقريبا، ودخل العراق في أزمة برغم من كل إجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة عند تسلمها لمهامها في موضوع استخدام الدورات المركبة واستخدام منظومات التبريد وبناء محطات جديدة والتعاقد مع شركات على بناء محطات طاقة شمسية وطاقة بديلة، ولكن المشكلة أنه هذه المحطات تحتاج إلى وقت كي تكتمل، بالتالي دخلنا في أزمة بسبب التحويلات المالية التي تمنع الولايات المتحدة بأن تذهب هذه الأموال للجمهورية الإسلامية. وكان الخيار باعتماد نظام المقايضة الذي اعتمده السيد السوداني حل أمثل لهذه الأزمة، ويستطيع أن يخرج العراق للشهرين القادمين من أزمة الحرب لحين أن نجد حلول بديلة تمكننا من تسديد أموالنا، ولو باعتماد عملات أخرى كأن نعتمد اليورو أو نعتمد اليوان الصيني في المبادلات، أو نعتمد عملات محلية فيما بيننا وبين الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب أستاذ هيثم، دعني أرحب بالسيد هيثم النعيمي. أستاذ هيثم حياك الله مجددا، ونتحدث ويتحدث السيد الخزعلي عن هذه المقايضة. أريد نعرف من الناحية الفنية، هل ستنجح هذه المقايضة، خصوصا إذا ما قارناها بالفترة الماضية حيث عجزت الحلول الاقتصادية عن تسديد المبالغ المترتبة بذمة الحكومة العراقية إلى الحكومة الإيرانية رغم تدخل وساطات، تدخل عمان وبنوكها، ولكن لم تحل المقايضة، ما رأيك بها؟ تحية لحضرتك، تحية ضيفك الكريم ولجمهورك الكريم. أهلا محمد. خليني أنا أكون سلبي في هذه المحاورة. وجهة نظرك محترمة بكل الأحوال. الثاني اللي راح يجي ينقل الوجه الآخر. نعم تفضل. أولا كمقايضة، المقايضة حسب ما سمعناه من تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه راح تكون بالنفط الأسود وتكون بالنفط الخام. النفط الأسود مبالغة متدنية جدا، لا تصل تسعيرة
مجلس الوزراء في شهر 1/2023 كانت تسعيرة النفط الأسود على أن لا تتجاوز 250,000 دينار، لكنه الرقم الصحيح رقم خجول، يعني 90 دولار، 100 دولار، 110، حسب العرض والطلب. هاي من ناحية. فش ما يكون حجم هذا التبادل التجاري راح يكون خجول ولا يصل إلى الرقم الطموح لتعويض لتسديد مستحقات الجانب الإيراني. يعني إذا قلنا تصدير 1,000,000 طن، فالمليون طن لا يصل إلى 100 مليون دولار، أو خلينا نقول إلى 150 بالزايد 150 مليون دولار. هذا رقم خجول بالنسبة للديون اللي بنحكي عليها. ضيفك الكريم الخزعلي، أستاذ إيثم الخزعلي، تحدث عن الدولار والعمان، وحضرتك أيضا تحدثت عليه، التسديدات باليورو، التسديدات حسب ما سمعنا من تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأنه هو تم تسديد الجانب الإيراني 1,815,000 يورو، ومليار العفو 1,815,000,000 يورو، والمستحقات الموجودة في التي بي آي للجانب الإيراني هي 11 مليار يورو. اليورو الأمريكا تسيطر على الدولار بالعالم، ما لها علاقة باليورو. اليورو عملة أوروبية لها كنترول خاص، لها تنظيم خاص. فهذه المعادلة ما أنه أمريكا تسيطر عليها، أنا أتحفظ على هذه المصطلح، هذا المصطلح. ثالث أخير فقرة أريد أتطرق لها، أنه النفط الخام. النفط الخام إيران أصلا هي أكبر من العراق في حجمها النفطي. يعني النفوط الموجودة في الجانب الإيراني أكثر من العراق، فلذلك هي ما راح تحتاج النفط الخام العراقي، حتى لأن هي أصلاً عندها مشكلة في تسويق نفوطها، وتبيعها بأسعار أقل من السعر العالمي. زين أنت يا عراق شو راح تعطيه إياه بأي سعر، بحيث أنه سعرك راح يكون دون سعر بيع الإيراني اللي هو دون سعر السوق العالمي. زين، فهذه أيضا معادلة عليها تحفظ. طيب، هذه تساؤلات. نعم دكتور أستاذ هيثم، خلي حتى التساؤلات اللي طرحتها حضرتك تفضل السيد الخزعلي بالإجابة عنها. وأشيرك هنا أستاذ هيثم الخزعلي إلى بيان الشيخ الدكتور همام حمودي مرة أخرى، اللي يتحدث به عن أن هذه المشكلة ظلت مستعصية وتؤرق الشعب لسنوات طويلة وتحمل معاناة كبيرة وتعطل نشاطه الاقتصادي. الأمر هنا من شأنه راح يحفظ المال العراقي، راح يحرر قيود الدولار الأمريكي، وأيضا الإملاءات الخارجية راح يحد من عندها. أنا فقط لدي ملاحظة على ما تفضل به ضيفك الكريم، وهو دقيق في بعض النقاط، ولكن نعم. موضوع الأموال المودعة في عمان هي أموال مودعة بالدولار، والدولار كلنا نعلم حركته وانتقاله بسبب ارتباطه بصناعة النفط، هو يخضع لنظام سويفت العالم الذي تتحكم به الولايات المتحدة. وكان العراق ينوي تحويل هذه الأموال التي في البنوك العمانية والتي تبلغ 2 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية، وهذا ما لم يحصل الموافقة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أولا. وثانيا موضوع، عفوا ذاكر سؤالك فقط. نعم، حول يعني الفرض الهيمنة الأمريكية من جهة، وأيضا العملة بين الدولار والدينار وهذه المستحقات الاقتصادية. طبعا الهيمنة الأمريكية واضحة، ليس فقط في الجانب الدول العالم ربما التي تخضع لمنطقة الدولار، كلها يتم التحكم باقتصاداتها أو تعريضها للضغط عبر النظام سويفت وعبر نظام الدولار الأمريكي. ونحن شهدنا مدى الضار الذي لحق بمنطقة الشرق الأوسط وبعض البنوك في أوروبا وبعض الأسواق العالمية نتيجة لجوء الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة، مما أدى إلى خروج الاستثمارات من هذه الدول وذهابها إلى بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، واضطرت بعض الدول لتغيير العملة مثل مصر التي اتفقت مع روسيا على التبادل بالروبل، وبعض الدول التي أعربت عرضتها بالدخول بمنظمة بريكس لتداول عملة جديدة، إضافة إلى لجوء بعض الدول تداول بعملاتها المحلية واعتماد نظام المقايضة.
حتى أنه الاقتصاديون يقدرون بأن احتياطيات النقد العالمي من الدولار انخفضت من 58 إلى 54، ومن المتوقع مع صدور عملة نظام بريكس قد ينخفض إلى دون 50 من الاحتياطيات العالمية، وهذا ما يعني تراجع الدولار كعملة احتياطية عالمية. على العراق أن يفكر مليا في تنويع سلة عملاته وأن يوجد صيغة للتبادل. نحن معظم المستوردين للنفط العراقي هم من الصين، ولكن للأسف نحن أموالنا تستلم بالدولار وتودع في الجي بي مورغان ثم نحصل عليها من الولايات المتحدة، وهذه سيطرة على إيرادات النفط. كان بإمكاننا أن نتفق مع الصين على أنه يحصل تبادل مثل باليوان مقدرا نعم بالدولار، ولكن نحصل على عملة باليوان، ونحن نستورد الكثير من السلع من الصين، بالتالي حتى نستطيع أن نعتمد نظام المقايضة مع الصين بسبب حجم التجارة الهائل، سواء كان النفط من جانب العراق أو السلع المقدمة من قبل الصين. بالتالي أعتقد على الدول أن تلاحظ موضوع استقلاليتها الاقتصادية، لأن هذا الأمر يشكل ضغطا، وقد يحاول البعض الاستغلالي للسيطرة على القرار السياسي. طيب، إزاء هذه الإرادة الوطنية أستاذ هيثم النعيمي، نأمل يعني من الحكومة بأن تكون هذه المخرجات وهذا التعزيز لمشاريع، أيضا مشاريع أخرى، مشاريع الغاز اللي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وأيضا بتوجه يشجع التحول إلى الطاقة البديلة. هذه المشاريع أيضا لربما هي ضمن المنظومة التكاملية، كيف تنظر إلى ما بدأنا بهذه المرحلة، مرحلة المقايضة، هل نستطيع أن نصل إلى مديات أخرى أبعد من ذلك؟ حضرتك تطرقت لعدة فقرات، خلني نسلسلها. اولا انا اتفق ويا الاستاذ هيثم الخزعلي بتفاصيل كثيره فيما ذكره. عمله البريكس القادمه واللي اتوقع انه خلال شهر 8 راح تكون على الواجهه، وهذه طبعا راح تاثر على الدولار الامريكي، وراح تعزز من اقتصادات العالم كله، لانه تدري امريكا الدولة المتعجبها تحطها بالبلاك ليست وتسوي عليها عقوبات، وهذا استغلال لقوة الدولار الأمريكي. طبعا الناس كثيرة يفكرون بأن أمريكا عندها سلاح نووي، سلاح الهيدروجيني، لكن هي عندها سلاح أكبر من هذا وأقوى من هذا، هو سلاح الدولار، اللي المفروض أنه خلال عام 2023 هذا السلاح راح يقفل بصدور عملة بريكس. بالنسبة لحجم التبادل التجاري مع الصين، التبادل التجاري مع الصين بحدود 40 إلى 44 مليار دولار من بضاعة تسوق إلى العراق، وبالمقابل هناك نفوذ تصدر إلى الصين، فهذا الميزان التبادل التجاري مثل ما تفضلت حضرتك وزميلك أستاذ هيثم، أنه إذا صارت مقايضة راح تكون في شيء جدا إيجابي، وراح تقلل تأثير الدولار على تأثيره على هذه الدول. الفقرة اللي لازم نتحاور بها أنه تقولون أنه الدولار هو مسيطر على العراق. نعم، الدولار مسيطر على العراق لأنه الأموال تودع في الخزينة الأمريكية ولا تطلق إلا عن طريق توقيع من الخزانة الأمريكية بإطلاق هذه المبالغ. فهي هاي الطامة الكبرى بأنه النفوط العراقية تصدر يجب أن تودع في حساب خاص في الولايات المتحدة وتطلق بالدولار، لكن هذه العملية إذا صدرت عملة بريكس وصار التحالف الاقتصادي المناظر للهيمنة الأمريكية، أعتقد جازما بأنه هذه المأساة راح تنتهي تقريبا، مو بس على العراق وعلى إيران، على كافة دول معظم دول العالم اللي مستاء من سيطرة الدولار الأمريكي على اقتصاديات العالم وعلى على مقدرات شعوب هذه الدول. نعم. طيب أستاذ هيثم، أيضا مواضيع أخرى أشار لها البيان، نتحدث عن جزئية مهمة بأن يكون هنالك تضمين. العفو ما جاوبت على سؤالك. على تفضل أستاذ هيثم النعيمي، يعني حول
حول الإرادة الوطنية اللي من الممكن نعم أن تشجع على التحول إلى الطاقة البديلة. الإجراء اللي اتخذه سيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص النشاط النفطي تصرف إيجابي جدا في المرحلة الوسطية والاستراتيجية، فكان يتكلم ب 600 مقمق، يعني 600 مليون قدم مكعب قياسي مع شركة توتال، وكان يتحدث عن 550 أيضا إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي في المرحلة التي تليها، وكان يتحدث بأنه 200 مليون قدم مكعب انفتح أصلا من غاز الجنوب في بداية السنة، وأكو 200 مليون في نهاية هذا العام. هذا الرقم إذا تجمع كله يطلع بحدود المليون، مليار وخمسمائة، يعني يطلع بحدود المليار وخمسمائة وستين، مليار وخمسمائة، يعني بهالحدود بين المليار وخمسمائة إلى مليار وستمائة. وهذا الرقم يعادل استيرادات الغاز من إيران. هذه الحجوم اللي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء تنطيك أرقام مقاربة أو مطابقة لاستيرادات العراق للغاز من إيران. لكن احنا نطمح لأنه تدري إذا هذا غطى الاستيرادات راح أيضا راح تبقى الكهرباء بحدود 16 ساعة إلى 18 ساعة. احنا نطمح بأنه هذا الرقم يزداد حتى تشتغل كافة المحطات، وأيضا تنشاء محطات جديدة لتعويض الفرق اللي بقى بحدود 6 ساعات انقطاعات، لازم هذه أيضا نلقي لها حلول جذرية. شكرا. الحلول الجذرية تحدث عنها سيد النعيمي. أستاذ هيثم، هنا نتحدث عن ما أشار إلى بيان المجلس الأعلى بأن لا يتم التركيز فقط على الطاقة الكهربائية، وإنما الطاقة البديلة أيضا لها حصة الأسد في هذا التحول نحو الطاقة النظيفة، وحث المشاريع الجديدة والرخص الاستثمارية للمجمعات العمرانية بأن تركب خلايا طاقة شمسية، أيضا حث البنوك على دعم المواطنين بقروض ميسرة ضمن هذا التوجه، وأيضا هذا الموضوع يقع على الإعلام مسؤولية كبيرة لتوعية المواطن حول هذه الطاقة. الحقيقة أستاذ أحمد أنه مصادر الطاقة الكهربائية تنوعت بشكل كبير في كل أنحاء العالم. هناك طاقة هوائية، هناك طاقة شمسية، هناك طاقة حتى من تدوير النفايات. نحن لابد أن يكون لدينا في الاستثمار والتعاقد الزام للمجمعات السكنية بتركيب عواكس فوق البنايات، ممكن أن تسهم إذا لم تسهم بتغطية كل احتياجات البناية فتسهم بتغطية جزء كبير من هذه الحاجات. لابد أن نسعى إلى استخدام محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الهواء، ونحن لدينا مساحات مفتوحة وواسعة كثيرة، وربما المدن والبنايات لا تشكل أكثر من 5% من مساحة العراق الكلية. أيضا هناك موضوع تدوير النفايات، يعني وهذا ليس في دول متقدمة أو سوبر باور، وإنما حتى في تركيا في اسطنبول وفي غيرها يتم تدوير النفايات، وفي العراق يوجد لدينا مخططين بإمكانهم أن يخططوا استثمار هذه النفايات واستخدام غاز الميثان الذي يخرج منها لإنتاج الطاقة الكهربائية. إذن لابد أن نعمل على تنويع مصادر الطاقة ولا نعتمد فقط الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز، وإنما لابد أن نعتمد الطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية، تدوير النفايات، وبالتالي أعتقد أنه الحلول ممكنة. أيضا لابد أن لا ننسى أن هناك مشكلة بالضائعات في الكهرباء بسبب أنه المحطات الموجودة في العراق هي مركزية وتزود عدة مناطق ويمتد التزويد لمساحات كبيرة. لابد أن تكون المحطات مركزية، أي كل مدينة أو محافظة لها محطة لإنتاج الكهرباء في داخل المحافظة وقريبة منها، بحيث لا يكون هناك نقل للكهرباء بين المحافظات ويكون هناك إهدار بالضائعات من الطاقة الكهربائية. أيضا لابد أن نستخدم الطرق الحديثة بتوصيل الكهرباء في داخل المدن أندر إيرث، يعني يكون تحت الأرض حتى لا تكون هناك تجاوزات على الشبكة الكهربائية. أعتقد الأخوة المختصين في مجال الطاقة وربما ضيفك الكريم
منهم يعلمون الكثير من المعالجات في موضوع الاقتصاد بالطاقة، لأن الآن هي عصب الحياة، سواء كانت الحياة الاجتماعية والحياة الصناعية والاقتصادية في البلد. طيب، مجلس أعلى للطاقة أستاذ هيثم النعيمي، يعني ما تعتبر أنه هكذا مبادرات لربما ستوفر الطاقة بشكل أفضل من ما كونه أنه اختصاص وزارات قطاعية؟ ضيفك الكريم تحدث عن مصادر الطاقة المتجددة، بس أريد أضيف بعض الجزئيات. بالنسبة للطاقة، طاقة الرياح، العراق شوية ضعيف بسرعة الرياح، لا يعني ما تنجح عندنا طاقة الرياح لأنه ما عندنا ممرات للرياح. هاي أكثر شيء يصير بالمناطق الجبلية، يكون فرق درجات الحرارة بين الشواطئ وبين الجبال، وهذا يعني العراق ضعيف من ناحية الطاقة، طاقة الرياح. بالنسبة لطاقة النفايات، تدوير النفايات حجم استخراج إنتاجها للطاقة خجولة، يعني أرقامها متواضعة وتستغرق زمن لبداية، يعني أول شيء تدفن لمدة سنتين ثلاثة إلى أن يتحرر غاز الميثان وبعدين تحولها إلى طاقة تستعملها في كوقود للطاقة. المصدر الشمسي، أكثر الدول إحنا عندنا مصدر شمسي نقدر نستغله لهذا لإنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية، لكن المشكلة أنه الحرارة العالية تؤثر سلبا على كفاءة هذه الخلايا الشمسية، لكنه في بالمحصلة هي مصدر أكثر من ممتاز لاستحصال الطاقة. نحكي على الأبنية مهما تكون راح يكون المساحة السطحية لاستيعاب هذه الخلايا الشمسية راح تكون أيضا خجولة، ما تكفي لإنتاج المجمع بالكامل، لكن هذه لازم تكون في مجمعات مفتوحة حتى تعطيك الطاقة الشمسية اللي تحتاجها للتعويض. هاي بالنسبة للطاقة، نتحدث بصورة عامة عن الطاقة المتجددة، لكنه بالنسبة للغاز، الغاز هو أحد وسائل استخدامها لإنتاج الطاقة، لكنه ليس أصلا، هو لا يمكن استخدامه كأساس. المفروض أنت تستخدم الكرود أويل، الغاز، النفط الخام، نفط الخام لتوليد الطاقة في محطات الحرارية أو يسموها المحطات البخارية. هذه هي لازم تكون الستيشينري أو تغطي الحمل الطبيعي. ما نستعمل الغاز إلا في حمل الذروة، وهنا عندنا الخلل في تخطيط لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق. الخلل حضرتك تطرقت إلى أنه المستشارين أتحفظ كثيرا على كلمة المستشارين في مركز القرار لرئيس مجلس الوزراء. أعتقد المستشارين في مجال النفطي إيجابيين، وأن سمعت حديث رئيس مجلس الوزراء يوم أمس كان كلش إيجابي من الناحية النفطية، لكن من ناحية الكهرباء كانت جدا سلبية، والمستشارين في مجال الطاقة الكهربائية كانوا مو صادقين وأرقامهم مو صادقة، ويعني حتى الحلول كانت مو بالمستوى. لكن بمجال النفط لا، كان فشي المستشارين كانوا دقيقين وكان نشاطهم إيجابي و مفرح جدا. أشكرك شكرا جزيلا السيد هيثم النعيمي الخبير في شؤون الطاقة، حدثتنا عبر سكايب، والشكر الموفور لحضرتك الأستاذ هيثم الخزعلي الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، ضيفا كريما في الأستوديو. ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الاستاذ تحسين الموسوي الخبير الزراعي. اهلا ومرحبا بك يا استاذ تحسين، وكذلك ارحب بالسيد جمعه الدراجي الخبير المائي، ينضم معنا عبر سكايب من ميسان. حياكم الله ضيوفا كرام. استاذ تحسين، نتحدث عما تشهده مدن الجنوب العراقي، بالاخص ازمه جفاف قاسيه تسببت بجفاف شبه تام للانهار والاهوار، وهذه ليست بالجديده، وعندنا كثير من التبعات اللي تتاثر بهذه الازمه. بدايه مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم الكرام، وتحيه للضيف الكريم الاستاذ والاخ الكبير جمعه الدراجي. بالحقيقه اكيد مثل ما تكلمت استاذ انه هذا الملف ليس بالجديد، لكن للاسف الشديد الاثار السلبيه الحاده هي تتركز على مناطق الوسط والجنوب اللي شهدت أضرار كبيرة حقيقة وموجة نزوح مستمرة، إضافة إلى التراجع المستمر من خلال الجفاف الأنهار. يعني الحديث الآن بدأ، لربما كنا سابق أيام نتحدث عن زراعة ونتحدث ربما عن تقليص خطة، للأسف الشديد اليوم نتكلم عن مياه شرب ونتكلم عن أمن المياه الذي أصبح يواجه خطر كبير جدا. أنا أقول هذا من خلال ارتفاع الملوثات، وأكيد انقطاع المياه السبب الرئيسي أمام درجات حرارة مرتفعة جدا وصيف لاهب، وربما هي أسوأ موجة تمر على العراق على مر التاريخ، أنا أقصد من ناحية الجفاف وقطع المياه. اليوم للأسف الشديد احنا هذه الأزمة متوقعة وتحدثنا عنها كثيرا، وخاصة من منبركم الكريم اعتقد لهذا الموسم الرابع لربما الخامس دخلنا فيها الحديث عن انه العراق سيواجه ظروف صعبة وحرجة، لكن بدأت الأمور، انا اقول كرة الثلج بدأت تكبر وتتأحرج بسرعة كبيرة، وهذا يشكل خطر كبير، وخاصة يعني انا اتحدث اليوم بعد الكارثة البيئية التي حدثت في نهر العيز وفي أهوار العمارة، وهي مستمرة أيضا في أهوار الناصرية، مسألة نفوق الأسماك الكبيرة. يعني اليوم نستطيع أن نقول أنه الثروة السمكية بصورة عامة هي أيضا مثل الخطة الصيفية ألقينا عليها نظرة الوداع بسبب السياسة التعسفية من خاصة من الجانب التركي اللي تعسف كثيرا مع العراق في مسائل الاطلاقات المائيه، ولم يعني يصل منه الا الوعود، ومجرد كان هو يكسب الوقت من خلال المحادثات. فشلت الحكومات السابقه في التوصل الى تفاوض يؤمن حصص العراق المائيه، بحيث اصبح اليوم الواقع، انا اقولها بصراحه، يعني واقع مفجع وكارثي، والضرر كبير تشهده مناطق الجنوبية. بدأت يعني كنا نتحدث عن موت تدريجي، الآن شبح الموت بدأ يصل إلى أسفل بغداد، أنا أقصد التنوع الأحيائي، أقصد الثروة الحيوانية، انتهينا من موضوع الزراعة ومزرعة إلى أن بدأ يهدد صحة الإنسان. اليوم هناك ارتفاع كبير، أرقام مرعبة بمسألة الحمى النسفية، بدأت بعض أنواع الحشرات حقيقة اللي هي خطرة أنه تظهر خلال هذه الأيام، تمدد الصحراء. هذه كلها تداعيات، وأرجع إلى هذه التداعيات، ولكن ما تفضلت به دعني أكسه للأستاذ جمعة الدراجي. أستاذ جمعة حياك الله وضيفا كريما تنضم معنا عبر سكايب من ميسان، وأهل ميسان أدرى بكل أهوارها ومياهها. موجة الجفاف في العراق تفاقمت لظروف البلاد الحالية المتمثلة بزيادة الكثافة السكانية، تحكم تركيا في مصادر المياه، سوء الإدارة لملف المياه، بالإضافة إلى الكوارث والأزمات اللي أشار لها السيد تحسين الموسوي. ترى يعني هذه الأزمات كل سنة يضع لها الخبراء بعض الحلول، ولكن بين الحلول التي لا تطبق والحلول التي لا يمتلكها حتى صاحب القرار، شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى مشاهديك الكرام وإلى ضيفك الكريم السيد تحسين الموسوي. حياكم الله. حياكم الله، شكرا جزيلا لهذا الاتصال، تحياتي لكم. نعم، حقيقه احنا في ميسان من المناطق الجنايب، ومناطق الجنايب دائما تقع عليها اكثر التعسف، وهناك تعسف مائي كبير، ويكون هذا الموضوع نقص الواردات المائيه، نقص الموارد المائيه، كل الاسباب التي
التي ذكرها السيد تحتيل والتي ذكرتها أنت في معرض سؤالك، ولكن المشكلة لحد الآن لا توجد حلول. اليوم أعلنت وزارة الموارد المائية أنه تحول الملف من ملف فني إلى ملف سيادي، وهذا يعني كان عدد من الخبراء زملائنا مثل السيد تحسين الموسوي والأستاذ عادل المختار وغيرهم كان من زمان ينادون بأن يتحول الملف إلى ملف سيادي، لأن دول الجوار ماسك الملف من أحلى السلطات، وكل هذه المدة وكل هذا كل هذه التوقعات منذ عام 2011 وإحنا نقول راح توصل الحالة من الشحة إلى تتجاوز الزراعة وتتجاوز المنتج الحيواني وتتجاوز التنوع البيئي، ولربما يصل إلى الإنسان. ونعم وصل إلى الإنسان، لأن انقطعت أسباب معيشته، الحيوانات استهلكت، السمك استهلك، الزرع والضرع وكل شيء، والآن المعركة على الوجود البشري في هذه المناطق. فإذن الحالة، سألتني أنا من ميسان، نعم البارحة أعلنوا الناشطين البيئيين على لسان الأخ الأستاذ أحمد صالح نعمة بأن الأهوار الشرقية جفت، بركة أم العاد جفت تماما، والمناطق الأخرى جفت، الأسماك انتهت. ولكن هذا الموضوع لربما تسألني على الحلول. نعم العراق جزء من المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لديه قوانين حافظة لمثل هذه البيئات الرطبة، وهناك اعتراف دولي متزايد بالتنوع البيولوجي، لأن التنوع البيولوجي يشكل قيمة حيوية مهمة للأجيال الحالية وللأجيال القادمة، وأن البرنامج الأمم المتحدة البيئي كلف عدد من المختصين منذ عام 1988 لإعداد طق قانوني يحمي مثل هذه البيئات. من الممكن العراق يتوجه إلى هذه المنظمات الدولية، ولكن لا حراك لحد الآن. نعم سيدي الكريم. طيب أستاذ تحسين، يعني هذه الإجراءات يتفضل بها الأستاذ جمعة الدراجي، نأخذ يعني قضية أيضا مقاربة، انقطاع الروافد القادمة من المنبع يعني أدى إلى انخفاض مناسيب دجلة والفرات، جفاف الأهوار، نفوق المواشي والأسماك اللي أشرت إلى حضرتك، واللي تعد مصدر المعيشة الأساسي لسكان تلك المناطق. طيب هذه الخارطة الديموغرافية السكانية من المسؤول عن التفكير بها وإيجاد الحلول؟ يعني أعتقد حديث أستاذنا الكبير أستاذ جمعة حدد، قال أنه يعني شخص مشكلة، أنه عندما تكون هناك أضرار وأضرار متعمدة، يعني حتى مسألة القانون الدولي، المحكمة الدولية أشارت على أنه من يسبب التلوث عليه أن يدفع الضرر، ولاحظنا حدثت كثير من هذه المشاكل لكن ليست بهذا المستوى، لربما كانت تثير على بقع زيتية في أماكن معينة تؤدي إلى فقدان نوع من الكائنات. لكن اليوم نتكلم عن صحة وتهديد لصحة المواطن العراقي، يعني ما نتكلم اليوم من الجنوب، إضافة إذا عامل الهجرة هذا العامل الخطر اللي راح يسبب التغيير الديموغرافي، اليوم ليس فقط احنا اليوم راح نفقد اليد المنتجة، وبنفس الوقت يزيد عملية الانتاج ولربما يأثر على السلم المجتمعي. إضافة إلى ذلك هذه راح تبدي عندنا عملية التصحر تصل مراحل متقدمة، وهنا تفقد الأرض خاصيتها. عندما تفقد الأرض خاصيتها ستحتاج إلى موازنات كبيرة، بل بالعكس ستكون أيضا مصدر ضرر، لربما حتى تسبب ضرر إلى دول الجوار. وهناك تقارير عديدة أممية تقول إن استمر الحال سيكون العراق مسبب بسبب العواصف الترابية يسبب ضرر للجار الكويت والجمهورية الإسلامية. لكن عندما يتلقى العراق الضرر من دول المجاورة نلاحظ هناك صمت، وللأسف الصمت يبدأ من الداخل. أنا أقول ملف المياه يحتاج إلى صوت عالي، وصوت عالي جدا. يعني لاحظ أنه
الأمين العام صرح قبل أشهر تصريح جدا قوي عندما قال بلاد النهرين مهدد أن يبقى مهدد بأن أصبح بلاد لا أنهر ويجب أن تكون على الجيران مساعدة العراق. دولة رئيس الوزراء عند عودته من تركيا أيضا أشار على أن العراق بحتاج إلى تدخل المجتمع الدولي، لكن هل هناك تحرك على المجتمع الدولي؟ أنا أقصد في كلامي أنه التدويل أصبح أمر ملح يجب أن يكون، وهناك غياب تام أيضا للخارجية العراقية التي التزمت الصمت بالتمام، وكأنما ملف المياه هو خاص بوزارة الموارد المائية. أشار للنقطة المهمة جدا الأستاذ جمعة عندما قال يعني كنا نحتاج إلى مجلس أعلى للمياه، للأسف هذا المجلس رغم كل المطالبات لم نحصل عليه. سيكون هذا المجلس مسؤول عن الوحدات التي تضر الموارد المائية، عن التي تسبب التلوث، أنا أقصد هنا الوزارات التي هي الآن تساهم في كثير من الضرر بأمن المياه من خلال ارتفاع عملية التلوث من شخص أمانة العاصمة، البلديات، وزارة الصحة، المحافظات، الطاقة، النفط، هذه كلها اليوم يحتاج إلى أن يكون هناك هرم. فإذا المجلس الأعلى للمياه أيضا يكون مسؤول عن رسم خطة التفاوض أو اختيار المفاوض العراقي، لأنه حقيقة على مدى هذه السنوات كان لدينا فشل مستمر من خلال المفاوض العراقي في التوصل إلى صيغة أو اتفاقية تلزم دول المنبع بإطلاق حصص العراق المائية. لاحظ اليوم هناك عدة ملفات لم يقم العراق باستخدامها، يعني عندما تكلم عن ملف بحدود 24 مليار دولار، ملف ميزان تجاري مع الجانب التركي وتركيا تقوم بحصار خانق على العراق، لاحظ اليوم توغلت بالأراضي العراقية بالملف الأمني باتفاقية بحدود 90 كيلومتر بمسألة البككة حزب العمال الكردستاني. يعني هذه المسائل هي مقدمة للتدخل السياسي والعسكري والأمني، ولكن أستاذ جمعة يعني هذه الأزمة لما لها تداعيات خطرة بهذا الحجم على الزراعة، على الأنشطة الاقتصادية، بل حتى على الجانب السياسي والأمني والاستيطان، الأحوال الاجتماعية، البيئة، وحضرتك أيضا متخصص بالمجال المائي أو في الشؤون المائية، نتحدث هنا عن هذه الأزمة اللي كان سابقا قبل 20 سنة يقولون أنه راح توصل الأمور إلى برميل النفط يساوي برميل ماء، ما حد كان يتوقع. هسه اليوم صار هذا الموضوع حقيقة وبعد متجهين إلى تأزيم هذه الأزمة. سيدي الكريم، يعني راح نتوجه إلى هذا، نصل إلى هذه المرحلة ولربما أكثر. أخي نحن في الجنوب خسرنا كل شيء، خسرنا الإنسان، خسرنا التنوع البيولوجي، خسرنا الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الزراعة، وهناك ملفات كبيرة. هذا التعطيل العراق تبقى يعني باعتقادي تقف وراءه ايرادات دوليه، واعطيك ملف مشابه الى هذا الملف. بالامس اعلنت القوى السياسيه بالعراق بان ملف الكهرباء وراءه ايرادات دوليه، وتحدثوا بصراحه. دعنا الان نتحدث بصراحه، الملف المياه بالعراق معطل ايضا من ايرادات دوليه، وانا شخصيا التقيت باحد المسؤولين بالإقليم سألتهم لماذا لا يطلق سد بخمة، لماذا لا يطلق سد بخمة، تنصل عن السؤال ولكن بحضور عدد من الأخوة ساعدونا، قالوا له ليش ما تجاوب شخص مسؤول ومختص بالسدود، يقول لي أن تركيا ما تقبل. أخي سد بخمة واردات المحلية، واردات مائية أو حصاد مياه محلية أو من الحدود المجاورة أو المرتفعات المجاورة للدول الحدودية، للحدود الدولية للدول المجاورة الغير مسيطر عليها، وليس لديهم قدرة أو ليس لديهم جدوى اقتصادية منحة. سد الضخمة سد معول عليه، وأي سياسة بالعراق لم يتحدث على هذا الموضوع. وبالعكس القوى السياسية كاملة حضرت في حوض سد الضخمة والتقط الصور لافتتاح مفتاح قرية البرزاني داخل حوض السد المتجاوز عليه. يا اخوان الموضوع اكبر من هذا، نحن وصلنا الى حاله العطش، والقوى السياسيه الكبرى في البلد ايضا هي سبب في هذا الموضوع. طيب. عليها ان تتحرك على سد محمى، واحد من السدود المعول عليها،
لإنقاذ العراق من التعطيش بدلاً لأنه كل الطرق التدت مع دول الجوار. نعم. ليس لدينا هناك طريق واحد من التعطيش. نعم. استاذ جمعة، التعطيش ملف مهم جدا، ولكن التجويع يقابل التعطيش ايضا. يعني استاذ تحسين، تراجعت المساحات المزروعه من 33 مليون دونم الى اقل من 10 ملايين دونم حاليا، وهذا اختصاص حضرتك. استاذ عزيز، انا قلت لقد القينا نظره الوداع على الزراعه، بدانا بالزراعه الصيفيه واستمرار الحال، اذا سنلقي الوداع على الزراعه باكملها. الحديث عن 30 مليون دونم و18 مليون دونم، بدأنا قلت قبل قليل بالموت التدريجي إلى أن وصل شبح الموت عام. اليوم تتكلم عن مياه شرب، لا توجد قدرة حتى على إيصال المياه، مياه البساتين. اليوم نتحدث عن موضوع إفلاس مائي، يعني لا تكلم، نتكلم عن خزين اليوم ما يتجاوز 10 مليارات حسب وزارة الموارد المائية، وأنا أقول الرقم أقل من هذا. ونشهد ارتفاع عالي درجات الحرارة، هناك أيضا عملية تبخر عالية. تكلم الأستاذ جمعة عن سوء عن السياسة الداخلية أيضا اللي وصلتنا لهالحال، هذا من وصلنا أنه فشل بملف المياه من الداخل والخارج. احنا يعني اليوم العراق حقيقة في محنة. أنا أقول هناك حالة طوارئ، البلد يشهد الجفاف، الجفاف فقر، الجفاف قتال، الجفاف مجاعة، الجفاف أمراض، الجفاف تهديد للسلم المجتمعي. عندما يكون جفاف يكون تهديد للأمن الغذائي، وعندما يتهدد الأمن الغذائي يتهدد الأمن القومي. نعم. إذن اليوم نحن أمام ملف فوق كل الملفات، ملف فوق كل السياسات، لا يتعلق، يتعلق بحاضر ومستقبل الإنسان. نتكلم اليوم عن مستقبل نتكلم اليوم عن عيش. يعني اليوم لاحظ أنه مسألة المياه عصب الحياة، لاحظ حتى غياب تام، غياب حتى أبسط اليوم، حتى الرسائل الإرشادية تكاد تكون خجولة من قبل الوزارات المعنية في محنة كبيرة تحدثنا عنها. حضرنا كثير من المؤتمرات. نعم. وجهز العراق كثير، لكن للأسف الشديد لاحظ، يعني هناك مثال بسيط، أنا أذكرك بمؤتمر المناخ الذي حدث في مصر في شرم. نعم. الشيخ. كانت هناك كلمة قوية للرئيس المصري حينما قال إن الدول الكبرى من تسببت، الدول المتقدمة من تسببت بالضغط وأساءت إلى الطبيعة والمناخ وضررت الكون، عليها أن تدفع الضرر للدول النامية. نعم. نحن تلقينا سياسة هذه الدول، الآن العراق أيضا يتلقى سياسة دول الجوار. لاحظ في السابق عندما كانت هناك موجة فيضانية العراق أيضا كان يتحمل هذه السياسات وهذه النتائج وهذه الأضرار. اليوم في عملية الشح، في عملية نقص المياه، يكون هناك حقيقة تقاسم للضرر، لكن هناك تعمد لإضرار العراق. يعني اليوم حتى عندما نتكلم عن الأهوار، هي محمية دولية، هي حقيقة مركز للطيور العالمية، للتنوع البيولوجي، للتنوع الأحيائي. طيب. اليوم هذه كلها تم قتلها. لاحظ عندما ونتمنى أن يكون هناك يعني حد لهذه هذه المعضلة بصراحة، يعني نعم من سيء إلى أسوأ، والإجراءات نتمنى أن تكون الإجراءات الحكومية بالمستوى المطلوب للحد أو ما نقول القضاء. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ تحسين موسوي الخبير الزراعي، ضيفا كريما في الأستوديو، والشكر موفور لجنابك الأستاذ جمعة الدراجي الخبير المائي، حدثنا عبر سكايب من ميسان. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.